كو شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الشيك، قصدي اتكلمنا عن الشيك اوت اي، تمام، واتكلمنا عن الفورمز، تمام، واتكلمنا عن نافيجيت باي يو ار ال والراوتر لينك، وقلت لك اشتغل زي ما انت حابب، تمام. المفروض الستيب اللي جاية نبدأ بقى نشوف ازاي هناخد الداتا من الفورمز، وازاي هنعمل الفورمز، وازاي هنقدر نهندل المعلومه بتاعتنا عشان اقدر احصل عليها، عشان لما المفروض اعمل تشيك اوت يسيف لي بقى الداتا، ونشوف السبرينج تاني، نرجع للسبرينج نشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. فالمفروض دلوقتي الستيب اللي لها الدور ان احنا هنهندل الفورمز بتاعتنا ونشوف ازاي هنقدر نهندلها. في البدايه كده، انت واحد كنت شغال قبل كده اتش تي ام ال وسي اس اس قبل الانجولار، فكنت المفروض هفكر لك على السريع، واكيد انت فاكر، يعني انت واحد واصل لسبرينج مع انجولار، فانت عارف الحاجات ديت، ده المفروض، تمام. عندك المفروض كنت بتدي الانبوت حاجه اسمها نيم، اتريبيوت نيم، وتدي له نيم خاص بيه، عشان عن طريقه بتقدر تجيب الايه، تقدر تجيب الفاليو بتاعته. لكن هنا في الانجولار انت واحد بتشتغل فريم ورك زي الانجولار، فالمفروض تستفاد بالفورم جروب اللي موجوده في الانجولار. في حاجه في الانجولار اسمها فورم جروب، هنفهمها مع بعض، فعشان كده عاوزك تصحصح معايا، عشان انا عاوزك تفهمها مش تحفظها، لانك انت ممكن تاخد الكود وتحطه وتريح دماغك وخلاص، واحنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين نفهمه. جميل. دلوقتي انا هقول لك الكونسبت بشكل عام، بعيد عن الكود. بعيد عن ايه؟ عن الكود. انا دلوقتي عندي يور داتا وفورم وتو، عندي 3 فورمز، صح ولا غلط؟ صح، ما فيش مشكله، تمام. كل الفورمز ديت هنعتبرها دي جروب مع بعضها، تمام. يعني بص، عشان توضح، انا المفروض عندي ديت الداتا او الفورم اللي هي الداتا، تمام، الدي ايه اللي هي الداتا، وتحتيها فروم، تمام اهو، وتحتيها تو. جميل. دي كلها هنعتبرها جروب. اذا ده ممكن نقول عليه البيرنت جروب، حلو. وكل جزء جواه من ده هنعتبره ايه؟ تشايلد جروب. واضحه؟ ما فيش اوضح من كده على ما اعتقد، يعني المفروض تكون ايه؟ وضحت. دي تشايلد، ودي تشايلد، ودي ايه؟ تشايلد. سهله، دي تشايلد جروب، تمام. كلهم اللي شايلد جروب دول جوه البيرنت ايه؟ البيرنت جروب. هو ده بكل بساطه الكونسبت، او اللي هنشتغل عليه ان شاء الله من المره الجايه. لكن انا حابب انك برضو تفهم الدنيا، عشان احنا هنهندل هنا الموضوع. خلاص نقفل ده كله، مش عاوزين ده كله، هنشتغل الحاجتين اللي هو فانل الشيك اوت اهو، ال HTML والايه والتايب سكريبت. هنهندل الموضوع بتاعنا اللي احنا قلنا عليه ده هنا، وهنرجع نهندله في ال HTML. فعاوزك تركز معايا، عاوزك ايه؟ تركز معايا طبعا، عشان برضو تكون واخد بالك، تمام، تكون ايه؟ واخد بالك. واخد بالي من ايه يا عم؟ هقول لك، ركز معايا. ديت اول، بص، الرو ديت اللي هي الرو، خلينا دول اهم، خلينا نبعدهم خالص اهو. ديت هيبقى ايه؟ البيرنت اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو الايه؟ الرو. جميل. جواها ادي تشايلد، ادي اتنين، ادي ثلاثة. واحد يقول لي طب ديت، هقول لك ديت السيميلر، مالناش دعوة بيها، ده مجرد انبوت عادي جدا، مالناش دعوة بيه، ما بيتخزنش في داتا بيز. ده هنشوف بعد كده هيعمل ايه، سيبنا منه خالص ولا كأنه موجود. لكن انا عندي ايه؟ 3 تشايلد جروب، ادي 1 2 3، والبرنت بتاعهم اهو. طبعا التحديد ده تشيك اوت، مالناش دعوه بيه، سيبك منه خالص. واضحه؟ اظن كده واضحه، وما فيهاش اي ايه مشكله. ان شاء الله بالمره الجايه نبدا نشوف ازاي هنقدر نهندله، وازاي هنقدر نتعامل هنا في التايب سكريبت مع الايه؟ مع
الاتش تي ام ال ونهندل الدنيا من غير ما يكون عندنا ايه ولا تاج الفورم، عارفين تاج الفورم مش المفروض كنت بكتبه الكلام ده كله، ولا هستغنى عن ده كله. الانجولر موفره لي حاجات جميله جدا وحاجات هتريحني بعيد بقى عن فورم ونيم والكلام ده كله. ده كله هنشوفه مع بعض ان شاء الله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في حاجه مش واضحه توصل معايا هسيب لك لينك الفيسبوك تحت الديسكربشن. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.